السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق حد تاع ولاد عبدو اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. الخيرات نوريوها للجالية المغربية. الناس أهلا وسهلا، والناس اللي في المدن الكبرى في المملكة المغربية. كل مشاهد قناة الزيتوني مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا معنا حد ولاد عبدون خيرات الثور الجزائري هنايا حد ولاد عبدون. تبارك الله السي مصطفى، نهار زين هذا، الله يحفظك ويبارك، الله يبارك فيك. 440 تبارك الله، هادو ب 22000 تاع الدرهم اليوم في ولاد عبدون بخريبكا. شحال قلتوا لهم؟ قال لي 50 ما عطاوهاش لينا. قول لهم 60. هذا ب 21000 تاع الدرهم هنا في ولاد عبدون بخريف. خيرات تبارك الله. وتموا في تبيعوا الدراري، مال اليوم ما باتوا؟ السوق 23 لطاو، 23 تيقول هذا الراجل هنا في ولاد عبدون، هذا العرض راه في ولاد عبدون بقريب كاع. هادو كلهم في الجزائر، كاين شوية الرواج تاع الجزائر في ولاد عبدون بقريب كاع. هذا الثور الجزائري ومصطفى خويا، النهار زين هذا، السلعة كي دايره موجودة اليوم. شحال يتقام اللحم اليوم السي مصطفى؟ وقرم 11، كاين قرم 11 ياك السي مصطفى؟ تقول السي مصطفى الله يحفظك، شحال هذا السي مصطفى؟ تبارك الله تبارك الله، 12000 ريال راه مازال ما بغيناش نبيعو مدير السي الزيتوني. ياك ياك تهاني كلشي. الله يحفظك السي مصطفى، تما الشرقي عزاز. نتمناوك تجي عندنا ولاد ابراهيم ان شاء الله من بعد. خلي ديال الكفته انت راك تعرف. ادي لينا شي لحم الغلبي. اما البقري دي انت مصطفى راجل مخير هنايا، تبيع شريف التور الجزائري كي تشوفوا معنا هنايا. تولد عبدون ديما تيكون هنا. تولد عبد امين الله يحفظك. قلتي لي هذا بشحال؟ شحال قلتي لي هذا؟ قلت لك هذا عطونا فيه 12000، هما 600 قال 10، هذا من 190 وهذا 300، عطونا فيه 12000. 12000 هي 600 و وجوج بحال 30000 و100. مليح الزيتوني الزوبر ياك؟ انت وحجاج خوك تا هو مصطفى البرمي ولاد ابراهيم دايجين مليح. ما عندي مركون الله يسر ليك. لكن تشوفوا الخيرات تبارك الله، هنا في ولاد عبدون موجودة تحت البقر الكزاري كي تشوفوا معنا. شحال اسمو حمد هاد الأمور الحمراء؟ هذاك 68 18300 تاع الدرهم في ولاد عبدون. الخيرات موجودة تحت البقر الجزائري تبارك الله. الحاج محمد أحبابنا كلهم هادو في ولاد عبدون، الله يحفظك أودي علاه. هذا الزيتوني مرجاني وحييكم من ولاد عبدون مخرجة. أحبابنا فين ما كانوا، داخل الوطن أو خارج الوطن، ولاد بنات بنات ولاد راجل مرأة
اهلا وسهلا بكم جميعا. عرفتي الثمن تاعو علان؟ تلديتي بعد شحال صار؟ 340 قلبي 16900 درهم. تبارك الله عرض زين، عرض زين تبارك الله. غدا في هذا العرض؟ غدا في غدا ان شاء الله. ان شاء الله في واتزم؟ لا في حطان. حطان شر تبارك الله. عرض زين. كما قلنا 16900 تاع الدرهم هاد العرض. عرض زين على القرا ومقدر. تبارك الله. مليون و 90 14500. هاد العرض ب 14500 كي تشوفوا معنا في ولاد عبدون بخريبكا. البقر موجود تاور الجزائري هنا في ولاد عبدون. شحال اخويا عبد الرحمن؟ 350. 350. هيدا الزيت ضرب لي طريق الزيتون. زيد اخويا زيد. اين؟ خليه يسوق، خليه يزيد يرجع يسوق. الله يحفظك الله يبارك. كما تشوفوا هذا العرض ب 17500 تاع الدرهم تيقول عبد الرحمن هنا في ولاد عبدون بخريف. تبارك الله عرض بلجيكي وزين. واش عطاوها لك ولا بغيتيها؟ عطاوها. تبارك الله. شريتيها اليوم محمد؟ شحال محمد؟ 2000. تبارك الله. باش عرفتي تاع 300؟ باش عرفتي تاع شحال فيه؟ ياك؟ ما يديرش 230، ما يديرش 230. انا دي 40 انا. عارف واحد شويه. نحيي احبابنا اي مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان. شحال هذا؟ 54 وبيعوه ما قنعتوش. السلعه موجوده اليوم، كاين السلعه موجوده كنتو تبيعوا، كنتو تبيعوا. هذه ب 17700 درهم هذا العرض شاروري. وهاد الناس كالسابق هنايا في سوق ولاد عبدون بخريبكا. تبارك الله كان يبيعوا على الثاني. شحال اخويا ركبي؟ 90. مليون و 90 تيقول لنا 14500. مليون و 90 الف باش كاينه الناس. والسلعه موجوده في ولاد عبدون، تنقولوها ونعاودوها لحبابنا. السلعه كثيره كاينه في ولاد عبدون، وتا الرواج كاين كي تشوفوا معنا. واني السلعه كثيره، كاينه السلعه كثيره. تبارك الله. شحال؟ 300000. وما بعتوش؟ تبارك الله. 15000 تاع الدرهم. صبر اخويا. صبر اخويا. بجوج تو هو. 15000 تاع الدرهم شارينو عرض زين. دار راه رجلو عز الدين. راه بحال رجلو دار راجلو. لا ما داراش رجلو. 90000. 90.
اديها هشام، يلا اديها اش رخيص هل عمالة؟ لا شعيبي خالتي وعبد علي، عبد علي.